كل شيء الآن بات جاهزا لإجراء الانتخابات المتعددة القادمة في هذا العام الانتخابي الحافل بالمغرب. تم ضبط الجدول الزمنية لهذه الاقتراعات، وهذه الانتخابات ستختلف عن سابقاتها في كثير من الأشياء والمجالات، مثل طريقة احتساب القاسم الانتخابي، التمثيلية النسوية، الاقتراع الفردي في المدن التي يقل عدد سكانها عن 50,000 نسمة. إذن كيف نلخص هذه المتغيرات؟ هذه المتغيرات على أي فهي فيها تفاعل على أي مع يمكن نقول حوالي عقدين أو يزيد من تطبيق نمط الاقتراع باللائحة، وأكيد كذلك بأنها التغييرات وهذه التعديلات فيها نوع من التجاوب مع مقتضيات دستور 2011 التي تؤكد على إشاعة مجموعة من القيم في الممارسة السياسية. على أي مسألة القيم ليس بالضرورة ترتبط بمتغيرات كمية أو عددية، ولكن المتغيرات النوعية أو الكيفية تلعب دورا أساسيا. فمثلا من الأمور الأساسية والمهمة وهو إعادة طريقة احتساب القاسم الانتخابي، وكذلك إعادة الاعتبار للجهات حتى يمكن إفراز نخب جهوية تتمثل داخل البرلمان. وفي هذا إعادة الاعتبار للجهات فيه نوع من التشجيع بالنسبة للنخب في الجهات حتى تعمل أكثر، لأن الصورة النمطية التي تكرست في السابق هو أن اللائحة الوطنية الواحدة فتهيمن فيها اعتبارات مركزية، وبالتالي فمن له حظوة أن يتواجد بالعاصمة ويعمل ويشتغل ويكون مقربا من القيادات المركزية كان حظه أوفر وأكبر فيما يتعلق بالحصول على مرتبة متقدمة.